منذ أن أعلنت عن هجماتها الأخيرة في إيران، تواصل إسرائيل الدفاع عن إنجازات تقول إنها حققتها باستهداف 20 هدفاً عسكرياً في إيران، شملت منشآت لإنتاج الصواريخ البالستية وعدداً من أنظمة الدفاع الجوية وقواعد إطلاق الصواريخ والمسيرات. في حين تنفي إيران أن تكون إسرائيل قد تمكنت من ضرب هذا العدد من الأهداف، وتقول إن أنظمة دفاعها الجوي تصدت بكفاءة للهجوم الإسرائيلي، وأن الأضرار التي لحقت بها محدودة، لكنها أدت إلى مقتل 4 جنود إيرانيين. وفي أول تعليق له على الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم على إيران كان دقيقاً وقوياً وحقق كل أهدافه، معتبراً أن إسرائيل في حرب وجودية صعبة وتدفع فيها أثماناً مؤلمة. في المقابل، انتقد معارضون وبعض أعضاء الكنيست الهجوم، وكان أبرزهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي قال إن نتنياهو أضاع فرصة تاريخية لتوجيه ضربات أكثر عمقاً لإيران. كما أشار رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفجيدور ليبرمان إلى أن الحكومة الإسرائيلية اكتفت مجدداً بهجمات استعراضية دون اتخاذ إجراءات حاسمة، وامتدت موجة الانتقادات من المعارضة إلى أعضاء بالكنيست عن حزب الليكود، وأعربوا عن مخاوفهم من التداعيات السلبية للهجوم على إيران. وتزامناً مع الجدل الإسرائيلي الذي أعقب الهجوم، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى رغبة إيرانية في الرد، كما أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي توالت تؤكد على ضرورة الرد. فالمرشد الإيراني علي خامنئي أكد أن طهران ستحدد كيفية إظهار قوة وإرادة شعبها، كما شدد الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان على أن بلاده سترد بالشكل المناسب على الهجوم الإسرائيلي. أما قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي فقال إن تداعيات الهجوم الإسرائيلي ستكون مؤلمة وخارجة عن تصور تل أبيب. الكرة الآن في ملعب إيران، فهي من ستحدد وجهة التصعيد القادم ومستواه، لتبقى كل التطورات القائمة رهن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل التصعيد بين إيران وتل أبيب سيبقى في إطار قواعد الاشتباك الحالية من الرد والرد المضاد، أم ستخرج الأمور عن السيطرة؟